بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل: جئت للعمرة قبل سنوات، أديتها ولكن نسيت الحلق أو التقصير، ما الذي يلزمني الآن؟ الذي يلزمك الآن أن تبادر بالحلق والتقصير، تعيد عليك ملابس الإحرام وتبادر بالحلق أو التقصير في أي مكان، الحلق والتقصير ولو كان خارج الحرم ولو في بلدك ما يخالف، فتبادر بإعادة ملابس الإحرام ثم تحلق أو تقصر، وبذلك تتم عمرتك والحمد لله. لكن إن كان حصل منك جماع لزوجتك فإنك مع الحلق أو التقصير تذبح فدية في مكة، تذبح فدية في مكة توزعها على فقراء الحرم، وإذا لم تقدر تصوم 10 أيام